بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل نحن أمام مشكلة كبيرة؟ نعم، نحن في قلب المشكلة. لماذا؟ لأن عالمنا أصبح محاصر. الإعلام والسينما وما يطلق عليه الفنون، تلك الأدوات الماسونية الصهيونية التي تستخدم الآن بكل وقاحة، حدثت مشكلة كبيرة منذ أيام. السبب كان تزييف وسرقة تاريخ مصر. عملنا حلقة عن فيلم كليوباترا ودور نتفليكس في سرقة التاريخ وتزييف الحقيقة. للأسف الحلقة تم منعها، ثم وبعد محاولات كثيرة تم الموافقة على عرضها ولكن بشروط ولم تنتشر. نحن الآن أمام مشكلة. باسم يوسف الإعلامي المصري الساخر في لقاء على إحدى القنوات الأمريكية صرخ في المذيع وفي وجه إرنست هوينز: لماذا تسرقون تاريخنا؟ But the thing is, that's why you find people like Kevin Hart, who subscribes to these theories, who claim that his ancestors built the pyramids. I'm sorry, your ancestors had their own wonderful civilization in West Africa. They are culture appropriating my culture, calling the people of Egypt of today, despite their skin tone, that they call us as invaders, intruders, and they are being erased from our own history. This is something that Hollywood has done over the years. لماذا يسرقون تاريخنا؟ في هذا اللقاء وصف باسم يوسف هوليود بأنهم جهلاء بتاريخنا. باسم يتساءل ونحن معه نتساءل، ولكن سأضع أمامكم حقيقة أن نتفليكس لا تلعب ولا تلهو، إنما هو مخطط تم وضعه بعناية. لماذا؟ لأن الماسون والصهاينة متحدون، لأن تاريخك وحاضرك ومستقبلك في خطر. هل يمكن أن تهدد مجرد منصة تصنع وتعرض الأفلام والمسلسلات تاريخ أمة بأكملها؟ الحقيقة نعم، لأن نتفليكس ليست هي تلك الشركة الصغيرة التي بدأت بنسخ وتأجير اسطوانات الأفلام التي أسسها ريد هاستينجز ومارك راندولف في كاليفورنيا 29 أغسطس 1997. تابع هذه الحلقة، نحن نفتح هذا الملف الخطير. هل سوف يسمحون لنا بعرض تلك الحلقة؟ لا أعلم، فهم أصحاب كل المنصات، ولكننا لن نصمت، لن نتوقف عن كشف الماسونية والصهيونية والاتحاد الخبيث الذي يدير العالم. أيها المشاهد الكريم، هل تعتقد أن صناع السينما والدراما في العالم كله ينتجون هذه الأعمال فقط من أجل المتعة أو الثقافة أو حتى الإلهاء؟ الإجابة أيها السيد لا. كل عمل سينمائي أو إعلان تلفزيوني تراه أمامك خلف منتج، وخلف المنتج مؤسسة، وخلف هذه المؤسسة منظمة ماسونية تدير الإعلام والسينما في العالم. تلك هي الحقيقة المؤسفة. تأتي نتفليكس على رأس هذه المؤسسات، فبعد شركات الإنتاج الصهيونية في هوليود وبعد تراجع دور السينما الأمريكية أصبح دور نتفليكس هو الأهم عالميا. لا يحتاج المرء أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه في علم النفس أو خبيرا بفنون البروباغاندا حتى يستوعب أن الذي يحدث من خلال نتفليكس إنما هو عملية غرس منظم لقيم موجهة تتمثل بإغراق المشاهد بسيل من اللقطات الصادمة حتى يتطبع عليها لا يقاوم. لعل الأزمة الاقتصادية الخانقة في مصر الآن جعلت الرأي العام المصري ينسى الأزمة التي اشتعلت منذ وقت قريب بسبب فيلم أصحاب ولا أعز. معك حق ما تعرفنا عراية، خلي لك وحدك. وعرض هذا الفيلم على منصة نتفليكس، وبعد أن هدأت الأزمة لم يبقى منها إلا تصريحات المدافعين عن حرية التعبير والذين اعتبروا أن هذا الفيلم عادي لا يقدم نماذج بعيدة عن الواقع. وكان هدف هذا الفيلم هو أولا تسهيل كشف عورات البيوت بالحوارات التي دارت بين الأصحاب القدامى الذين اجتمعوا بعد 20 سنة فقط من أجل أن يكشفوا أسرار أسرهم وأسرار الشخصية التي تعيش معهم. الكشف كان أمام الجميع، نساء ورجال، أزواج وزوجات. ثم ماذا بعد؟ النتيجة الأولى هي تسهيل الإباحية، ثم التسهيل
للجنس الجماعي، ثم تسهيل العلاقات الشاذة أو ما يطلق عليها العلاقات المثلية، تجميل الأشياء القبيحة بألفاظ رقيقة. هذا أحد أهداف نتفليكس الأمريكية الماسونية الصهيونية. منى زكي شاركت في هذه الأهداف وقبضت الثمن. للحلال، الحق، الدين، إهانة الدين، الحق. ده بيقول الناس ما تقراش قرآن. تفتح التلاجة لو بيكلموا على منى زكي واصحابه ولا اعز والشذوذ الجنسي والمش عارف ايه وقوم لوط والعياذ بالله. وحتى هؤلاء الذين دافعوا عن منى زكي لم ينكر احد منهم وجود اهداف موجهه لمنصه نتفليكس التي انتجت الفيلم وعرضته كاول فيلم عربي من انتاجها، كما لم ينكروا اتجاه هذه المنصه للترويج لثقافه قبول المثليه واقامه علاقات خارج اطار الزواج، ثم أنهم برروا ذلك بأنه أمر ليس بعيد عن الواقع المصري الفعلي والعربي ورصدته السينما المصرية من قبل في عشرات الأفلام، بدءا من الخيانة الزوجية في نهر الحب مرورا بالمثلية والعلاقة الإباحية في أفلام مثل حمام الملاطيلي وقطة على نار وعمارة يعقوبيان. نحن إذن أمام مخطط طويل المدى لتدمير المجتمع من خلال السينما والدراما، أخلاق وقيم ودين تنهار في هذا المجتمع، أعني هنا المجتمع المصري العربي المسلم تحديدا. الساعة اللي أنا قضيتها معاكم وأنا جاي كانت أخرى ساعة في حياتي. مراتي مش عارفة أنا مين، عايز أصحابي عايز يقتلني. شحطوني من الجامعة لأنه ما بدهم يجددوا الكونترا يعني؟ شحطوك لأن عرفوا إنك اشتكيهم افضحهم. بلكين افضح حالي قدام كل الناس؟ بهدوء وبنهاية الفيلم وبعد أن افتضح أمر كل واحد منهم أمام الآخرين، نجد أن الأصحاب الذين كانوا من 20 سنة أصحاب، كل منهم لديه إما خيانة زوجية أو شذوذ مثلية مثل ربيع، أو امرأة على علاقة بغير زوجها مثل مريم أو منى زكي. الفيلم السينمائي أو الدراما التلفزيونية يوجد بها ما نطلق عليه في العلم، علم السينما، الخط الوهمي أو التماهي مع الشخصيات. نحن كمشاهدين نقرر بإرادتنا أن نصدق الأحداث رغم معرفتنا التامة أنها مجرد قصة وتمثيل، وهنا يأتي مكمن الخطر، لأننا نؤمن بالأحداث، نتبنى وجهات نظر الشخوص، ومع التكرار تصبح الخيانة أمر طبيعي، الشذوذ أمر مقبول. نتفليكس ومن سبقها كلهم يستخدمون العلم. نحن ندرس في السينما علم مستقل اسمه علم النفس المسرحي، وهو الذي خرج منه أيضا العلاج النفسي بالدراما. لكن من مفارقات نتفليكس أن يتزامن عرض فيلم منى زكي على منصة نتفليكس الأمريكية مع عرض فيلم آخر بدور العرض المصرية، هو فيلم الكاهن الذي حدد وسائل الماسونية العالمية وكشفهم وفضحهم في تحقيق أهدافها من خلال شركات اقتصادية ومؤسسات إعلامية وجماعات سرية وتنظيمات دينية. فيلم الكاهن كان بطولة محمود عبد العزيز ومن آخر ما قام بتمثيله. مش قادر أصدق. هل في مجلس سري في العالم بيتحكم فيه؟ استلم البحر عليه عشان تلاقيه. ومن هنا ندرك أن شبكة نتفليكس إحدى الشركات الاقتصادية الكبرى العاملة في مجال الإعلام، قد أشار إليها الفيلم وحدد أساليب اعتماد هذه الشركة على المال والتكنولوجيا والسحر والعقيدة، أو بالأدق تعتمد على المال وتكنولوجيا الإنترنت والفضائيات لسحر الرأي العام وغسل العقل الجمعي لتوجيه وتغيير العقيدة. المقصود هنا ليس العقائد الدينية فقط كنصوص مجردة، ولكن منظومة القيم الإنسانية، السلوكيات الأخلاقية والتعاملات بين الناس التي هي جوهر الأديان، والتي تسعى الماسونية تحديدا إلى تغيير نسق هذه القيم، والمجتمع يهدم وينهار. هل أدركنا مبدئيا علاقة الماسونية بشركات إعلامية عالمية مثل شركة نتفليكس الأمريكية؟ هل بلغكم أيها السادة ظهور دين جديد؟ أكيد قد علمتم بظهور هذا الدين في الإمارات، الديانة الإبراهيمية الماسونية التي يروجون لها ومقرها الإمارات العربية المسلمة. هل علمتم لماذا تم نقل مقر الماسونية في الشرق الأوسط كله من لبنان إلى الإمارات؟
منذ سنوات. هل علمتم سبب الدعم الهائل الصهيوني لدولة الإمارات؟ لماذا صنعوا منها قبلة الاقتصاد في المنطقة؟ هل علمتم لماذا الإمارات تحديدا قادت عمليات شراء بيوت المقدسيين وبيعها للصهاينة؟ هل علمتم أيها السادة لماذا قادت الإمارات خطة التطبيع في المنطقة فأدخلت السودان في دوامة التقسيم بعد أن ربطت قادة الإنقلاب بالصهاينة وسلطنة عمان بل والخليج كله؟ لماذا لم تنفذ مصر هذه الخطة رغم أنها الأكبر والأكثر تأثيرا وقامت بالتطبيع مبكرا؟ لأن الشعب المصري الكبير العدد لم يكن مؤهلا أبدا للتطبيع فرفضوا وفشلوا في إدخال هذا الشعب حظيرة التطبيع. لذلك وجب كسر هذا الشعب، تخويفه، تفتيته، إضعافه وإفقاره حتى يصبح تابعا لدولة صغيرة جدا مثل الإمارات التي لا يزيد حجمها عن جزء صغير من إحدى محافظات مصر، ليس تقليلا لشأنها معاذ الله، لكن توصيفا لقدرها بإذن الله. مشروع الشرق الأوسط الجديد تقوده أمريكا والصهاينة والماسون والإمارات وتؤهل المنطقة لهذا المشروع. شركة نتفليكس الصهيونية ماسون، انتبه، الخطر أصبح داخل بيتك. لعل هذه الحلقة تزعجك، تسبب لك الضيق، لأننا حين نفهم خبايا الأحداث نختنق إذا عجزنا عن المواجهة. لكن هنا نملك المواجهة، المقاطعة، كشف وفضح هؤلاء واجب أخلاقي وديني. نتفليكس أصبح لديها 222 مليون مشترك وتخطط لأن تصل إلى 500 مليون مشترك. كل مشترك يشاهد معه من 4 إلى 5 أشخاص في الأسرة، أي أن مشتركيها يصلوا إلى 2 مليار إنسان. أضافت نتفليكس 100 مليون مشترك خلال 3 سنوات فقط وحققت انتشارا سريعا في مصر. إليكم أيها السادة القصة الكاملة لنتفليكس منذ نشأتها وحتى أصبحت الأكثر رعبا وتأثيرا في المجتمعات. تأسست نتفليكس عام 1997 وقد بدأت خدماتها كشركة متخصصة في تأجير أقراص الفيديو DVD، وتحولت الشبكة لتقدم خدمة بث الفيديو عبر الإنترنت عام 2007. تشعبت إلى الأسواق الدولية 2010. اعتبارا من 2016 أصبحت نتفليكس متاحة في جميع أنحاء العالم بما فيه الشرق الأوسط ومصر. نتفليكس هي الفائزة الأكبر من ثورة البث عبر الإنترنت، لأن حركة مرور الويب في العالم يذهب منها 15% كاملة إلى نتفليكس. وبالعودة إلى فيلم منازكي الذي أثار الجدل واتهم بأنه يروج لقيم غير أخلاقية في مقدمتها المثلية والخيانة الزوجية، نجد أن المدافعين عنه قالوا إن المجتمع الذي يخشى على أخلاقه أو على تدينه من مجرد فيلم أو حلقة في برنامج هو مجتمع هش. هذا ما قاله إبراهيم عيسى. ليه هذه الضجة التي أثيرت حول فيلم معروض في منصة نتفليكس وفيلم أساسا أجنبي تم يعني تعريبه أو يعني في جملتين ثلاثة عملوا الهياج العصبي النفسي الساحة الآن؟ ليه؟ إيه السر؟ هذا مجتمع لا يؤمن بالقيم الدينية والأخلاقية، وإنما هي سطحية ظاهرية شكلية وليست متأصلة كعقيدة في القلوب والعقول. فما هو رأي حضرتك؟ هل تؤثر هذه المنصة على القيم والأخلاق أم لا؟ لعل الإجابة نجدها في حكاية الصحفي اليمني الذي يعيش في برلين. يقول أحمد بانعمة: لماذا ألغيت اشتراكي بنتفليكس؟ يقول: قمت بإلغاء اشتراكي من نتفليكس للأبد إن شاء الله، خطوة وتأخرت كثيرا. كانت البداية مع نتفليكس قبل سنة ونيف حين قررت أن 11 يورو شهريا مبلغ مقبول بسيط لمشاهدة المسلسلات والأفلام الأجنبية، ولكن هذا تحت تأثير أقوى أنواع الدعاية، إطراء الأصدقاء على الشبكة ومسلسلاتها، نقاشاتهم حول الحبكات، الأحداث الموجودة في أحدث المسلسلات. وعزز هذا إعلانات جاذبة للجديد من الشبكة والتي تنتشر بوضوح في أنحاء المدينة التي أعيش بها. عند اشتراكي كنت مدركا أن بعض المسلسلات تحتوي على بعض المشاهد الإباحية بما فيها ذات الطبيعة الشاذة، لكن تصوري وقتها كان أن هذه الشبكة تعني بالأرباح فقط، فهي تقدم خدمة عرض الأفلام والمسلسلات المتنوعة، لذا سأجد الغث والسمين وما علي إلا حسن الاختيار.
أختار المناسب لي وغير المتعارض مع ثقافتي وديني، وإذا ما صادفني بين الحين والآخر مشهد غير لائق فما علي إلا تقديم الأحداث أو غض البصر حتى انتهاء المشهد كما تعودنا دوما في شوارع المدن الغربية أو مع الأفلام الأجنبية القديمة على شاشات التلفاز. لكن مع مرور الوقت، استمرار تنقلي بين العروض، بدأت ألحظ خطا واضحا يزداد ويصبح أكثر جرأة وبشاعة، مفاده إقحام وحشر المشاهد الإباحية تحديدا ذات الطبيعة الشاذة، فعل قوم لوط السحاق، زنا الأقارب، العلاقات الثلاثية وغيرها، بل وعلاقات الحيوانات بالنساء، بل ولاحظت كما لاحظ الكثيرون غيري في وسائل التواصل الاجتماعي وحلقات النقاش الشبابية إقحام هذه المشاهد في المسلسلات بما لا يخدم أي هدف فني أو درامي إلا الصدمة والتطبيع مع مختلف أنواع الانحرافات الجنسية. وصار هذا الاتجاه لا يخفى على أي شخص يتابع مسلسلات نتفليكس الأصلية، بل إن خبر قرب تحويل أشهر عمل روائي للدكتور أحمد خالد توفيق رحمه الله، أحد أشهر الكتاب لدى فئة الشباب، إلى مسلسل من إنتاج نتفليكس قوبل بالكثير من القلق الذي تخللته سخرية القراء المحبين لأعمال الرجل من تحويل علاقات الصداقة الوثيقة بين الشخصيات الرئيسية في الرواية إلى علاقات شاذة. فأحد المسلسلات التي اشتهرت الشبكة من خلاله كانت تعرض قصة بطلة في سجن نسائي، وتعرض بشكل فج مشاهد إباحية شاذة بين شخصيات المسلسل. ومسلسل آخر بلغت شهرته الآفاق في الشوارع الغربية، يعرض أكثر من مرة نقاشات وحوارات بين الابن والابنة من جهة ذات التوجه الجنسي المثلي، ففعل قوم لوط. هذه الحوارات تدور مع من؟ مع الآباء المعارضين لفعلهم، طبيعي، الأمر معتاد في الغرب وليس غريبا، إلا أن الصدمة والغريب جدا استدعاء الأبناء للنصوص الدينية المسيحية تحديدا في حججهم وإفحامهم آبائهم هؤلاء الذين يتقبلون الأمر في النهاية بعد أحداث درامية تجعل المشاهد يتنفس الصعداء مبتسما لانتصار الحب بالنصوص الدينية أيضا. وهذا ما أشرت إليه في بداية الحلقة بالخط الوهمي وتبني المشاهد وجهة نظر معينة تصبح مع التكرار وجهة نظره هو ويتبدل إيمانه وهو لا يدري. هنا عملية غرس منظم لقيم موجهة تتمثل بإغراق المشاهد بسيل من اللقطات الصادمة حتى يتطبع عليها وتتحول من أفكار ومشاهد صادمة إلى غير صادمة. إدخال شخصيات شرقية مسلمة في هذه الدائرة، فمثلا مسلسل صدر منه موسم جديد مؤخرا تمثل إحدى شخصياته الرئيسية مسلمة فلسطينية ترتدي الحجاب، تنخرط في علاقات جنسية متعددة، وطبعا تتنوع هذه العلاقات مع الرجال من دينها ومن غير دينها، وتكمن الحبكة الدرامية القوية في صديقها الجديد الذي تكتشف أنه يخونها مع من؟ مع أخيها، في سياقات تدعو للتعاطف مع كل هذا وتفهم وتقبل كل ما يتعلق بانتكاسات الفطرة من أفكار وأفعال. انتبهوا أيها السادة، هل اقتصر الأمر على المسائل المتعلقة بالهوية الجنسية؟ الإجابة لا، الأخطر متعلق بغرس الرسائل التشكيكية والتحقيرية من الأديان بشكل أكثر منهجية وازدياد مع مرور الزمن. لا شك أن ثيمة السخرية من كل ما هو مقدس ومتعلق بالذات الإلهية موجود في الغرب منذ زمن بعيد، بل يمكن تتبع هذا إلى فترة الثورة الفرنسية كظاهرة اجتماعية في أوروبا التي نشأت وتطورت على الإلحاد الذي أطلقوا عليه العلمانية. الجديد هنا أيها السادة هو ازدياد الجرأة على هذا الفعل بالإفراط في إنتاج العروض والثيمات التي تعلي من شأن الشيطان وإبليس وتجبر المشاهد على التعاطف معهم والتفهم لموقفهم في حبكات تستدعي القصص الدينية المتعلقة بالخلق وإعادة سردها بحبقة قوية ومفهوم مختلف. أما السخرية المستمرة
من الذات الإلهية وإطلاق النكات عليها وتصويرها بطرق ساخرة وباعثة على الإزدراء، أن هذا جانب جديد آخر، إنهم يتسللون ببطء ولكن بثقة لهدم المعتقدات الإسلامية. هذا أحد أهم أهداف الماسونية وعبادة الشيطان وكنيس الشيطان المرتبط بالصهيونية. لقد كانت السخرية والتناول النقدي مقتصر على الدين المسيحي فقط. أبرز مثال على ذلك هو مسلسل المسيح الذي تصور فيه شخصية تعبر عن المسيح الدجال في الفكر الإسلامي، أيضا مسلسل جن الأردني الذي أثار ضجة في الشارع الأردني لما احتواه من مشاهد مضادة للعادات العربية والعقيدة الإسلامية حتى بالنسبة للمعتقدات المسيحية، فلم تسلم من محاولة رفع السقف في السخرية والحط منها بمحاولة إنتاج مسلسل يصور فيه المسيح عليه السلام كشخص يمارس أفعال قوم لوط، الأمر الذي أثار عاصفة من الغضب ودفع ملايين المسلمين والمسيحيين لتوقيع عرائض تطالب نتفليكس بوقف إنتاج هذا المسلسل. وبالفعل استجابت نتفليكس الخبيثة وأوقفت إنتاج المسلسل، وهنا تتبدأ أهمية الضغوط ولو بشكل محدود في إيقاف أو إبطاء عجلة إفسادهم للأخلاق والدين. لكن لماذا لم ينفع الضغط ضغط المصريون؟ ولماذا حذفت نتفليكس العريضة التي وقع عليها خلال أيام أكثر من 60,000 مصري بوقف عرض فيلم كليوباترا ولم تنتبه لهم ولم تعرهم اهتمام؟ هذا الفيلم الذي يعد مقدمة لنزع تاريخية الشعب المصري من المصريين وإعطائها للأفارقة، هذا ما تنفذه نتفليكس مع ما يطلق عليهم أفروسنتريس أو أفروسنتريك، هذه المنظمة التي أنشأت في أمريكا وكان هدفها تأصيل فكرة أن مصر والمصريين أفارقة وليسوا المصريون الذين يعيشون الآن الذين يملكون هذه الحضارة. أين الخطورة هنا؟ أقول لكم، أولا الماسونية والصهيونية تؤصل لهذه الفكرة حتى يصبح احتلال مصر وتقسيم مصر وتقطعها أمر طبيعي. ما لكم أنتم وما لمصر؟ هكذا يقولون هم أنها إفريقية وليست لكم، ارحلوا عنها اتركوها للصهاينة. وقد بدأ هذا بالفعل مع سد النهضة الإثيوبي الذي يخنق مصر بتمويل الإمارات وحماية الصهاينة وتنفيذ الإثيوبيون. هل فهمت ما يحدث الآن؟ على حدود مصر في السودان، هل تعرف مدى خطورة هذه الحرب على أمنك أنت أيها المصري داخل مصر؟ هل تعلم أن القادم بعد تقسيم السودان هو تقسيم بلدك أنت؟ الخطوة الأولى هي إفقار مصر وهذا يحدث منذ سنوات. الخطوة الثانية هي نزع ملكية مصر من المصريين وهذا يتم الآن بتحريف التاريخ بفعل هوليود ونتفليكس، وهذا ما دافع عنه باسم يوسف. Yeah. Well, first of all, this is not a work of fiction. This is a documentary. This is a documentary. This is a huge difference. This is not the Little Mermaid, which is like a fictional character where you can anybody can play anything. When it comes to my people, we seem to be erased. A couple of years ago, they announced that Gal Gadot, an ex-Israeli soldier who condones her government actions and atrocities against Palestinian children, she was going to play Cleopatra. For me, this is even a bigger insult. And Gal Gadot is not black. It's not about black and white. It's about this idea of Hollywood always stealing the culture of my own people. I don't care what Charlton Heston tells you in the Ten Commandments or Steven Spielberg tells you in The Prince of Egypt, but I am sorry, Jewish slaves did not build the Great Pyramid. This has been debunked many times by okay. Jewish historians. إذا أردت أن تلغي شعباً ما، عليك أن تبدأ بشل ذاكرته التاريخية، ثم تشوه لغته وثقافته وتجعله يتبنى ثقافة أخرى غير ثقافته، ثم تلفق له تاريخا آخر عبر تاريخه وتعلمه إياه. أليس هذا ما يفعلونه؟ هذا ما قاله وزير خارجيتهم كيفن هارت. من هو هذا الذي تحدث عنه باسم يوسف؟ كيفن هارت مغني وممثل أمريكي من أصول إفريقية، زوجته توري هارت من أصول إفريقية، هي منتجة فيلم كليوباترا، الزوجان من جماعة أفروسنتريك المطالبة باعتبار الآثار المصرية كلها آثار إفريقية مملوكة لهم. فيلم كليوباترا كتبته وأخرجته جادة نينكيت سميث
وهي ممثلة وكاتبة أغاني أمريكية من أصول إفريقية وزوجة النجم الشهير أو الأشهر ويل سميث، وهم أيضا من نفس الجماعة أفرو سنتريك. أوضحنا في الحلقة الماضية أنهم كانوا يقيمون طقوسا شيطانية ماسونية في معابد الأقصر المصرية. أوضحنا أن هدفهم كما هو هدف اليهود نسبة الآثار وبناء الأهرامات لهم للأفارقة واليهود. يقولون أنهم هم من بنوا الأهرامات. معنى هذا أنك في المرحلة الأخيرة من احتلال بلدك للأبد، وعليك أن تغادر هذه البلاد أو تعيش بها مجرد عبد ذليل. ما الحالة النفسية والأمنية التي يعيشها المصري اليوم؟ ما هي إلا مقدمة لنزع ملكيته لهذا الوطن الذي عاش به أجداده آلاف السنين؟ It's a documentary. Hollywood has been erasing my people from telling. We have not allowed to tell our own history. We as Egyptians are being called intruders and invaders in our own culture. This has been going on systematically. I don't want to wake up one day and find a museum of the African American culture and history claiming the stolen Egyptian artifacts in the British Museum to be theirs. Even like historically wise, you see in the trailer, it's like I don't care what they told you, but Cleopatra was black. Who's that woman? Why is African American people are telling my own history? She is there. There's all of these pseudoscience and pseudo history has been going on, and it has implications. No, I am sorry. African people from West Africa did not build the pyramids. Okay. Cleopatra did not like that. And also Jewish people do not build the pyramids. Okay. It is time for Hollywood to listen to the people who own that history. حان الوقت أن تستمع هوليود إلى هذا الشعب صاحب هذه الحضارة. نعم يا باسم، ولكن أيضا علينا أن نقول أننا خسرنا حضارتنا حين خسرنا حريتنا وإنسانيتنا. لكن نحن شعب لا ينظر إلينا في الغرب كما تعلم نظرة احترام الآن. لماذا؟ لأننا نتسول من كل أوروبا وصندوق النقد الدولي بعد أن تسولنا من كل دول الخليج. نحن فقدنا كرامتنا يوم فقدنا حريتنا. خلاصة الكلام قد وضعه باسم يوسف على شاشتهم. لا أريد أن أستيقظ أجد أن متحف الثقافات الأمريكية يطالب باستعادة الآثار المصرية المسروقة، هكذا يقول. لماذا الأفارقة الأمريكيين يحكون تاريخنا؟ هل هذه الخرافات التاريخية والعلمية لماذا هي مستمرة؟ أنا آسف، الأفارقة في غرب إفريقيا لم يبنوا الأهرامات. أنا آسف، اليهود لم يبنوا الأهرامات. أكثر ما لفت انتباهي هو ردة فعل الضيف الأمريكي الإفريقي في الجانب الآخر من الشاشة. كل عضلات وجهه تسخر تستنكر تتعجب، وكأنه يقول لباسم وأسفاه على يوسف، لقد انتهت المهلة وانتبهت متأخرا. إننا بالفعل نطالب الآن بالآثار الفرعونية المصرية القديمة وأنت وشعبك نائمون. كانت هذه الحلقة أيها السادة في رحلة الوعي الطويل التي لابد أن تكون سريعة حتى نعرف ما يخطط له الصهاينة والماسون وما ينفذونه من خلال منصاتهم العالمية نتفليكس. هل أنت مشترك بها حتى الآن؟ وأسفي عليك إن لم تلغي اشتراكك فورا. وقبل ما أقول لك هذا، ماجد عبد الله يحبكم ويحييكم. أذكرك بالاشتراك في قناتي هذه. على الأقل أنا لست ماسونيا ولا صهيونيا، ولا أنكر أننا أصحاب الحضارة والتاريخ والمستقبل بإذن الله. وسلام.